الجد ورائع. أشكر كل من ساهم في هذا الاحتفال اليوم، وعيد سعيد لكل سكيكدية وشعب الجزائري كامل. تمتاز مدينة سكيكدة بوفرة المنتوج تاع الفراولة. شرف لنا خاصة لولاية سكيكدة، ونتمنى كل عام تتكرر هذه التظاهرة. واش نطلب سيك من الدولة تكون دعم الفئة هذه وخاصة الفراولة. استطعنا أن ننسقوا جميعا ونديروا مهرجان يكون في مستوى تطلعات الشعب السكيكدي إن شاء الله. الهدف أيضا من هذا المهرجان هو إيصال كلمة الفلاح اللي ديما يندد أنه لازم يتحصل على حقه.